مرحبا أصدقاء، معكم ياسين جيمر. رجعت لكم مقطع جديد وفيديو اليوم شباب، بدنا نلعب حدث قتال الزعماء بخريطة ساحة الخردة. مثل ما شايفين هاي الخريطة يا أصدقائي، أنا لعبت هاي الهجمات موجودة بسجل المعارك. مثل ما شايفين يا أصدقائي، هاي أول مرة بتخطى المستحيل، يمكن لأن طورت البريمو وصار عنده ستار باور، وكمان اتبعنا استراتيجية معينة، وهي كلها معالم عشوائية يا أصدقائي، ما بعرف ولا واحد منن. يعني الهجمة تحت مثل ما شايفين هي اللي تخطط فيها المحترف، والفوقة هي اللي تخطط فيها المستحيل. وانا رح اعرض لكم التنتين يا اصدقائي، بس بدي اتبع اسلوب جديد بعرض الهجمة، يعني بدي اعمل اعادة عرض واشرح عن الهجمة، هيك فينا اشرح وبصير الفيديو امتع وهيك تفهموا علي اكتر يا اصدقائي. وكمان حب اشكركم ان وصلنا 500 مشترك، كل بفضلكم يا اصدقائي، بفضل دعمكم المستمر، ان شاء الله بنوصل 1000 كمان بفضل جهودكم، وانا اكيد بوجودكم ما بستسلم. خلونا نبلش بأول هجمة يا أصدقائي، كان مستوى الصعوبة ماستر مثل ما شايفين. مستوى الصعوبة هذا أضعف من المستحيل يا أصدقائي. طبعا نقوي الصوت هيك. لاحظوا يا أصدقائي كيف أنا بحاول استلم الآلة أضربه وأرجع، يعني هاي الصح إذا معك البريم. شايفين كيف يا أصدقائي؟ الشي اللي هلا بتعطله الحركة اللي بيضرب فيها ليزر لما بتستعمل السوبر تبعها. هلا هون الشي اللي بتموت، لكن أنا بحاول اتفادى ضربات وقد فيني يا أصدقائي. كل هالعالم مثل ما قلت لكم الناس عشوائيين، يعني ما في لا حكي بيناتنا لا تخطيط. لكن ما بقدر اتفادى الصاروخ لأن بيضربوا علي مباشرة، بيكون قريب يعني. انتبهوا كتير من هدول الروبوتات الصغيرة يا أصدقائي، خصيصا هدول اللي بيضربوا طلقات، لأنه كتير بيوتروكن، وانت متلاها مع الزعيم يعني بتكون بجنن، بيصيروا يضربوك وينقصوا لك دمك، فما بتحس حالك فورا يعني متت فورا ونقص دمك. في أصدقائي ركزوا علي كمان مو بس على الزعيم. لاحظوا هون مثلا قتلت هذا وقعدت أضربه للزعيم، قفزت على هذا الروبوت يا أصدقائي كمان، لانه ما في جندة منه يعني غير ليون، بس عم بعيد شوي، حتى عم بعيد ضرباته ضعيف يعني. فلاك يا اصدقائي هدون البيت الروبوتات اللي بيضربوا طلقات بيلبكون، عرفتو كي بدنا نحاول يعني نقتله قبل ما يضربون. لاحظوا يا اصدقائي ركضت عكس الاتجاه مشان اكل طلقة، يعني ما بمشي انا بنفس الاتجاه تبع الليزر، شايفين؟ لاحظوا يا أصدقائي كيف عكس الاتجاه، ما صابتني ولا طلقة. طح الشل علينا لأصدقائنا، وكمان طح الشل علي مثل ما شايفين. لكو يا أصدقائي هلا بهتم لهادون الروبوتات مشان ما تموت شلي. هلا بالضربة تبعتها وقفت له ضرب اللايزر تبعه. لكن يا اصدقائي بحاول استفاد من اي صخرة، يعني من هذه استفدت منها مشان ما اكل ولا ضربة. طلعوا عليهم بيكون رح ياكل الصاروخ كمان. هلا انا هون بنتصر شوي مشان عبي دمي. لكن يا اصدقائي كيف بحاول اقتل هدول الروبوتات دايما، لانه فعلا بيعملوا ازعاج كبير هدول. هلا صار ما يضرب الصواريخ علي لاني ابعد شخص انا موجود بالفريق، هو بيضرب الصواريخ على الشخص الابعد الموجود من ضمن اللاعبين الثلاثة يا اصدقائي. هلا ما يضرب الصواريخ على شلي. لك هلا انا بحاول اضربه يا اصدقائي ونقص له من دمه. بهيك مرحلة صديقي حاول اضربه للآلة قبل ما يصير غاضب، هيك بصير اسهل عليك الشغل يعني. باقي 23% من دمه يا أصدقائي. طلعوا نسيته ورحت على هذا الروبوت لأنه كتير بيوتره مثل ما قلت لكم يا أصدقائي، استفادوا كتير إذا بتقتلوه. لكو ضرب الليزر.
لحظة يا أصدقائي، كيف بحاول اتفادى يعني ما أكل كتير ضربات ليزر واتفادى الصاروخ كمان. شايفين يا أصدقائي ما أحاول أضربه كتير. هلا بتموت شيلي وليون يا أصدقائي، ما بيضل غيري أنا. هلا بجوز تسألون إنه ليش ما تضربوا للآلة، يعني المفروض تهرب بس لبين ما يعيش رفقاتها. ما أضربه يا أصدقائي مشان نجيب السوبر وأهرب فيه، عرفتوا كيف؟ خطة يعني، شايفين؟ هيك تستفاد تهرب بطريقة أسهل. هلا بحاول أهرب من الآليين، ليكو دمي 40 يعني، ما أكل كل الصواريخ والآليين علي. الصراحة الآلة هو اللي نقص لي دمي إذا لاحظته. هلا أنا أبعد شخص بالفريق موجود يا أصدقائي، وفي ليون وشيلي ميتي مثل ما شايفين أنا لما تجي علي الصواريخ. وهلا بيموت الآلة بينهي ليون بضربته الأخيرة، وهيك بنفوز بالتحدي يا أصدقائي. وهلا بننتقل على الهجمة اللي أنا متحمس لها يا أصدقائي. مثل ما شايفين إنسان هي مستحيل يعني مستوى الصعوبة، كمان أشخاص عشوائيين يا أصدقائي. والصراحة ما فكرت انه نفوز لانه معنا سبايك، يعني حسيته مهل زيادة قوي بهيك نمط. طبعا نحط المشاهدة علي، ايوه يعني حسيت بول وبام كويسين والبريما وشيلي كمان. لاحظتوا كيف يا اصدقائي؟ انا مره بضربه هني مره بيضربه. هلا بس ما كان المشكله في اتفاق بيناتنا مين بده ياخذ هدول الكهرباء يا اصدقائي او الطاقه. انا بسميه الكهرباء. لاحظوا انك بيضربنا الصاروخ بس بنكون محاصرين ما بنقدر نهرب. صرت انا اخذ شوي من الطاقه يا اصدقائي، والشلي كمان بس الشلي بتاخذ اكثر مني. ويا ريت بس بتعرف تستخدمي بالاخير بتموت يعني. هلا انت شوف يا اصدقائي، ما بدي اعمل هيك، خلي في تشويق يعني احسن. لاحظتوا يا اصدقائي؟ لاحظوا يا اصدقائي هيك ما اسحبهم مشان خلين ياخذوا هن الكهرباء. وبحاول اضربه كمان. نكو يا اصدقائي اتجهت على الآلة الصغير فورا، مات بنار الشهاب الحارق يعني. هلا صار الزعيم غاضب، يعصب الزلمة يعني. هلا مثل ما شايفين يا اصدقائي بيحطوا لك انه بوس جيتس فيوريوس، انه اسا بده دقيقة ونص يعني، هي ان دقيقة ونص هيك يعني، يعني اسا بده دقيقة ونص يا اصدقائي وبصير سائر. هي ترجمتها بالعربي لفيوري، هي بس يصير سائر بيمسح كل شيء عن وش الارض يعني. هلا انا شو بدنا نعمل نحن يا اصدقاء؟ بدنا نحاول نضربه قد فينا قبل ما يصور الزعيم، لانه مصيبه وقتها يعني. الليزر تبعه لحاله بيكسر الحجر بيصير. لحظه يا اصدقاء، محاول اهتم بالصواريخ وبالآليين الصغار كمان. ما اضربه وما اضرب الآلة الصغير بنفس الوقت. مات سبايك هلا يا اصدقائي، ضلت شلي عايشة. انا حسيت انه انا وشلي اذا بناخذ الكهرباء بنستفاد اكتر، لانه نحنا فينا نقرب من الزعيم، عنا دم يعني، عرفتوا كيف يا اصدقائي؟ اما سبايك دمه كيف ما كان اضعف منه، لازم يضل عن بعيد يقرب. هوني بصير سائر الزعيم. لا وعمين علي كمان يعني، انا بس بكون همي اهرب بقى. شايفين يا شباب كيف بصير تفرق قوته بشكل مو طبيعي؟ هلا انا بنط مشان اتفادى الهجوم تبعه، مشان اعبي دم شوي، لانه ما بدي اخسر الكهرباء معي مع ثلاثة انا يا اصدقائي.
حاول صديقي إذا أنت معك الكهرباء لا تخسر. هلا ضل سبايك عايش بس مو هيك؟ إيه بس سبايك يا أصدقائي. طلع وهلا رح يموت ما على فكرة. مش حاله هلا بس أنا العايش يا أصدقائي. بحاول ما موت قد أفيني أنا. طلع هلا بتعيش لي بتساعدني شوي هي. طلع يا أصدقائي ما حاول إتفادى كل ضرب. وكمان بقتل هدوني لأنه بيلبكوا يعني مثل ما قلت لكم. وهلا بتموت شلي ورجع عاش سبايك يا أصدقائي. هلا كمان بيرجع بيموت سبايك يعني عهل النمط هذا دائما. طلع يا أصدقائي بيضرب الليزر تبعه وبيمحي البطل مين مكان يعني. هلا مات سبايك رجعت أنا لحالي. ركضت بعكس الاتجاه أكلت طلقة بس مثل ما شفته. لكو يا أصدقائي ما حاول بعد عن شلي ليش مشان الصواريخ ما تجي علي وعليا. لازم الواحد يكون بعيد والتاني يضرب الآلة. هلا عاش شو اسمه سبايك كمان. ومات سبايك يا أصدقائي. والله الآلة شغلته غريبة عجيبة. وماتت شلي كمان. انتو لاحظتوا يا أصدقائي الليزر تبعه كتير قوي يعني إسا في مستويات صعوبة أكتر من هذا السائق. بس انا حس هذا خارق فكيف هسه اذا بنوصل على اصعب. لحظه يا اصدقائي كيف ما يكسر الحجر كله. انا ما حاول ضل عايش دائما. مات سبايك هلا يعني ما لحق خطيجه. رجعت شلي انا ما ضل عايش وهني ما يعيشوا ما ينقصوا لي شوي شوي دم. عرفتوا كيف الاستراتيجيه يا اصدقائي. لحظه هوني حاول اضربه مشان اخذ السوبر واهرب فيه دائما. اخر لحظه بلحق يا اصدقائي وقبل ما نط بيجي سبايك وهو بيضرب الاله بيكون بده لحسه يعني وبيمشي الحال يا اصدقائي. هيك بنفوز بهي المعركه. وبس يا اصدقائي هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. حاولت فيتكم عبر هاي الطريقه الجديده اني اعمل اعاده عرض لهجمه مهمه يا اصدقائي. مثلا هاي اول مره انا بتخطى المستحيل فعملت لها إعادة عرض وصرت أشرح يعني بلكي بحاول بهالطريقة فيتكن تعرفوا كيف تهجموا يا أصدقائي. أيمت بدكن تنسحبوا أيمت بدكن تضربوا مثلا مشان تهربوا وتجمعوا السوبر إذا معكن البريمو أو مثلي. بتمنى يكون عجبكن الفيديو. إذا عجبكن الفيديو حطونا لايك واشتركوا بالقناة وكمان لا تنسوا تفعلوا زر الجرس. كان معكم ياسين جيمر مع السلامة.